Hello, my friend. Hello, everybody. Tick, tick, tick. ما تنساوش رحنا غادي لقطر. هذا او قطر. قطر, قطر, قطر. On va au Qatar. Qatar, Qatar, Qatar. On va au Qatar. On va au Qatar. Qatar, Qatar, Qatar. وشي ناس في خطر. قال لي هالسيدي حنا كنطلبوا من الامير ديال قطر باش يعرض على البوليزاريو باش المغرب ينسحب. ها هو ها هو. ها هو عندي معك اضطراب قر. قطر قطر فينا. نو ماي فريند. قطر 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 انا بحبك ماليش تنوى غيرك. قطر 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 اوفالي او قطر. شو غنقصرو شو غنضحكو و غيقولي ان بو اضحك يا صاحبي اضحك. رحنا غادي نقولها قطر قطر باللغة تطوان قطر، ولكن راه يقولوا قطار قطار وفاس يقولوا قطار قطار والناس في خطر. قطر قطر انا بحبك ما بقاش بزاف بكي وزيدي بكي ولا بكي. عاد تشبعوا فيديوهات هاد الايام تشوف فيديوهات هما اللي كاينين هاوي اضحك صاحبي. بعدا ندوزو لهم بعدا شويه يشوفوا المناظر العامه اللي كتفقص اللي كترتق المراره. هادوك اللي دخلوا وكيقولوا لي كتوري لينا الطرقان ولي ريستورون كتوري لينا. واش بغيتيني نوري لك البؤس والياس ولا كيفاش؟ حتى الله يسهل عليك. وري لينا سيدي ورينا شي طرامواي بحال هكذا نقي بروبوس وسط ليسباس فيردي. شوف 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 مقل 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 نقول مقل 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 شوف انظر انظر كحل 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 كحل. حنا غادي لقطر قطر 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 تناديكم وما عليكم والله العظيم الا ان تقصروا وتقشبوا وتضحكوا ولا يأخذكم هما سواء ربحتم أم خسرتم فلا يهمنا. قطر تنادينا قطر تنادينا قطر تنادينا قطر تنادينا قل لي فين مشينا القطر تنادينا. Hey, yeah, my friend, we are going to Qatar. Hey. في خاطر والخاطر والخواطر قطر. فذكر إن فات الذكرى. المشاريع اللي كتطلع قال لك كتوري لينا العمارات وكتوري لينا حنا كنديروا مشاريع. ديروا المشاريع الله يسهل عليكم. الرئيس ديالكم راه هو بالطوش. خاصكم تعرفوا هذه القضية راه مدرعينكم. راه اللي تشاف بالطوش مشى فيها. المهم هاد الايامات غير الفيديوهات والكونسيبت ديالاش بالطوش رئيس الجزائر والبوليزاريو هي حكومة الظل. كحل 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 كحل
قال لك المشاريع، اجي نوري لك شويه ديال المشاريع في المغرب، لي بروجي اللي كيداروا. كتقولي نوري لك العمارات. كحل كحل عاب شويه عاب شويه اضحك اصاحبي شويه، حنا مقصرين تا قطر، حنا غادي نقصروا، ما غنديو لا كوب دي موند، ما غنمشيو للدومي ولا اكا، حنا ما نقولوش لا كوب دي موند في الجيب، ما كان لا في الجيب لا والو. كحل كحل قولوا شوف عمارة بالارابيسك شتيها ولا كاينه في المغرب؟ اسمع 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 وري لي انا، دير بحالي هكذا، دير واحد اللايف فيه واحد 20 مينيت ولا 30 مينيت ولا، ودور في لافيل ديالك، عزل عزل اي مدينه، اي مدينه احسن مدينه عندك، ماشي اي مدينه، ودير لي لايف منها، قسنطينه، الجي، ها يفوت الترامواي غادي نكملوا الهضره. كحل 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 هذيك كحل راه ديالكم، راه ماشي ديالنا. شوف اعزل اعزل احسن مدينه عندك في البلاد اخويا، ودير ليا اللايف منها ونستعرف بيك، فهمتيني؟ اه وي آه انا ماشي درت من هنايا، انا باسكو عندي الكلوب غير هنايا اكلكو اكلكو متر، فهمتيني؟ اكلكو متر، ماشي زعما راني جيت هنايا ضرب تمانه او كان نيفو. ها فاينانشال سيتي، ها لا فيل، ها لو سونتر دافير، لا فيل دافير، راه البداية، راه غادي تمشي بعيد، هذه راه البداية ديالها، سيني كيل دوبي، هادي مازال مازال غادية، غادي ما تلقاها حتى في بلاد، كاينة في المغرب. كحل كحل، وها المروكي، زوينة هادي زوينة، حاسبين المروكي تكعينا، راه بالعكس كتزعمنا وكنزيدو نخدمو. كحل كحل لوكات ميا الحبيبة ولوكات، بلا ما نزيدو قدام بركة من هنا، ندورو غير من هنايا، ها هنا وخرجو ونشدو الطريق ديالنا العادية. الور كي قلت لك دير ليا واحد اللايف تانتايا، لا ما تسبني ما تعيا، عايرني بالإنجازات، شوف القروات شوف القروات باقيين طالعين، شوف باقي اللي تخابو، ها باقي اللي تخابو، مازال ما ساليناش، ها تا مازال ما ساليناش، باقي الخدمة، ها باقي القروات، ها شوف ها القروة، ها القروة الأولى، ها الثانية، هاك وحدة، ها باقي الخدمة، ها تا شوف. كحل كحل هادو راه ماشي ديال لي زيترونجي اللي بناهم، راه مغاربة ورسوم عقارية مغربية، فهمتي؟ وشركات مغربية. هاد الفيلا ديال السونتر دافير، هادو دي بلاطو اللي غادي يتكراو دي فيرم انترناسيونال، شركات أجنبية غيكريو، أو شركات مغربية اللي عندو لي موان يجي يكري هنا، كيتكراو أو متر كاري، أو متر كاري، كاين ديال كاين ديال 2000 درهم لو متر، كاين 10000 درهم، كاين مي كل واحد شحال غادي يكري حساب الموقع، فهمتيني؟ الشركات الكبار اللي في يديهم راه غادي يقدروا يكريو هنايا، يقدروا يجيو، واللي ما في يديهمش راه غادي يديرو. انت شو التراموي لي بلاص اسيز بروبر، فيه كلشي بروبر كومون لو فو. اي فاي افواغ بوكو دو بونك هنايا، بوكو دو بونك، اي غيكون هنا جابون، لا روسيا غادي تكون هنايا، لي زيتازيني، و جيسبيغ يديرو هنايا بنك ديال اسرائيل هنايا، نتمنى، لان اسرائيل اسرائيل احسن لينا من القراقير مليار مره. كحل كحل اضحك شويه صاحبي، اضحك اضحك، مالك طالع لك الدم، مالك اضحك. كابيتال تاور هاي هذيك، انا مازال لي ترافو، شوف انا مازال لي ترافو،
وري ليا بلاصه اللي تسبني، وهذه البلاصه كتشوف فيها الدراري غيكون فيها ان بيس الكتريك هنايا، ترامواي كوم ترامواي. هذا لو بلي غون بارك اللي كاين هنايا، هذا ادروات دخل هنايا، كاين لي زونترينمون، كاين فين دير الفوتين، كاين فين دير الايروبيك، كاين فين دير البار بارالال، لي بار فيكس، كلشي كاين هنايا، كلشي كاين. وهذه الهبطه ديال الحي حسني رايح دا، هذا هو لو بول فينونسي. واسمي شحار. Oh, tu me rappelles tout en orange, j'y suis. Yes, yes. Je m'excuse pour l'appel. Hein. Alors, donc, bisous, oui. Merci beaucoup. Merci, merci. Look, baby, je m'en dis, look, baby. Look, baby. Bisous. Tramway, bisous. Je l'ai dit que le voyek. Oui, oui. Je n'ai pas de neige, le voyek. Je n'ai pas de tramway ou le bisous. ياك ما عندناش الترامواي حنايا، ما عندناش الواي واي، هذوك اللي كيجيبوا الواي واي خصنا واي واي ومعاهم، ها كيجيبوا لنا شي كمامر يا صاحبي يجيو الدوفيز، كيديروا السهرة عندهم هما ب 4 المليون 5 المليون ألجيريان صافي ميم با 3000 درهم، ميم با خصك ديري عملية حسابية هذا اللي يهضر معاك، يا القراقير منين جاك الصباط منين جاك، قراقير منين جاك القفطان منين جاك، قراقير منين جاك الطاجين منين جاك. من جاك التورات منين جاك دونك كي تبغي تهضر معاه تهضر معاه قول ليه اودي حنا 280 درهم ديالنا ديال المغرب 280 درهم ديال المغرب كدير مليون جزائريه 280 درهم ديال المغرب القراقيرو منين جاتك الطنجيه القراقيرو منين جاك الشربين الجبادور القراقيرو منين جاتك الهويه بغيتيها تكون مغربية بغيتي تكون انت مغرب وانايا نكون مروكي مغرب المغرب كاين غي واحد فين كتغرب السمش كاين قلت لك 280 درهم و 300 درهم صافي 10000 دينار الجزائريه مليون جزائري كيسوى ما بين 280 درهم مغربيه و 300 درهم مغربيه. المغربي كيبغي يسافر لاوروبا شحال عنده الحق ياخذ في العام؟ الا كان عنده لي زيتيت هذيك حاجه اخرى ياخذ بزاف لي زامبورطاتور كياخذوا داك الشيء بلا دوموند ليميتي في لوفيس دو شونج كونترولي. اما المغربي اللي بغي يسافر لاوروبا وبغي يصرف الدوفيز شحال كياخذ؟ في الجزائر كياخذ 100 اورو في العام 100 اورو 100 اورو اللي هي دارت 100000 فرنك و 110000 فرنك مغربيه 1100 دينار درهم او ماكسيموم 1100 درهم او ماكسيموم. المغربي شحال ياخذ؟ المغربي كياخذ عرفتي شحال 100 فوا من هذيك كومبيان كياخذ 100000 درهم سيتادير 10000 اورو المغربي الا مشى يتسارى 10000 اورو باش ياخذ ربما 10000 ربما غتولي 14000 بروشينمون الا ما تكون ولات غتولي 14000 علاش؟ يو دي غين شوز باسكو حتى فلوس المغرب راه عندها قيمه راها دوفيز فهمتي حتى فلوس المغرب علاش؟ باسكو المغرب يل برودوي ماشي غير ماشي كروزي ترو تروفي بترول كروزي ترو مو با ايدي مو با ترافايي مو كروزي ترو مو شارشي غاز مو شارشي كيدخلوا عندي كيكومونتي كيقول لك اه راه حنا لقينا الغاز في ديك البلاصه راه حنا لقينا البترول واخا تلقاو الديامون واخا تلقاو ما عرفت اللي تلقاو كلشي داكشي تاع بالطوش كلشي تاع بالطوش اللي عايش بالفشوش اه هو مغربي وحيد الطربوش الخطه الجديده ديالكم ما حكمتش فرنسا اللعينه اللي عيطتوا عليها وعطيتوها فرنسا الجزائر قلت لهم هاكو الجزائر المهم وقفوا معنا في قضيه الصحراء المغربيه وقفوا معكم الصحراء المغربيه هيا فرنسا وقفت معكم في الصحراء المغربيه يلا كيفاش ديروا مع 40 مليون مغربي لا المغاربه هم اخوات هناك ما قال الهواري بوم ديال القاده بغى الخميش وتقولوا رضي الله عنه كما قال جاكم ديريكت بن خديره بن خديره قال لكم لو كان تعين شي نبي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم راه يتعين
يتعين بومدين، والآخر قال لك لو كان يعبد أحد من بعد الله سأعبد الهواري بومدين. يا خويا ما فهمتكمش هنايا، كتخلعوني. ضحك شويه ضحك، والله الا كتخلعوني بالله. دخلنا عليكم بالله، واش نتوما عيطتوا لماكرون ودوختوا الشعب ديالكم زعما راه يبغي الراي، وديتوه لديك الدار اللي باغيه تطيح؟ عيب كاع، شافها العالم كامل، شافها كما هو. وعندنا الاستديو هنايا ها اون باغاي، هما الاولين كاع قبال قبال ايديسيون دي ماغاب، قبل كاع قبل. علاش ما داوكم ما مشيتوش شفتو ايديسيون بابا احمد؟ ها استوديو بابا احمد، احسن استوديو احسن اكيبمون هي بابا احمد ديال التلمسان اللي فخاغ رشيد وفتحي، هما لي ميور استوديو. ولكن مشاو تماك باش يدخلوا لي ابو صباع المبردع باقي مضبع، قالوا ليه روح راه المروك هو العدو ديالك، انت راه لا فرنسا هي اللي راه تمص لكم الدم ديالكم، وراكم عندها مدلولين مهاجرين. عرفتي شنو 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 دوله دوله بارمي لي بروميير ديال التصدير ديال الغاز اللي عطاها الله والبترول، وعاد خلي المعادن الاخرى اللي مدرقاهم وشعبها كيحرك في البوطي لاوروبا باش يمشي يشفر ويمشي يطلب ويمشي سكواتي الديور ويعيش تحت القناطر ويعيش مضر، ويبقى يقلب على الهويه على لانسيوناليتي، ولا يقلب على لا كارت سيجور بوندون 20 طون 20 طون. كاين اللي بقى 30 طون عاد باش خدا حتى شرف وشاب وداب عاد خدا لا كارت سيجور. ها هذيك فرنسا خصها هي تجي تسيجورني عندكم، هي تجي تطلب لا كارت سيجور عندكم لو كونكتور رجاله، عم نسيتوا عليكم المروك المروك المروك، ولكن ما كتسمعوا ليناش، كتسبونا وتعايرونا. كي نقول لكم الهضره ما كتقبلوهاش، تقولوا انتم تصهينتوا. حنا مشينا مع اليهود لان كاين يهود مغاربه، ما كنعطيوش جيستيفيكاسيون، يهود مغاربه ولقينا الخير في اليهود، لقينا الخير في اسرائيل، الجزائر ما لقيناهاش فيها الخير. المشكل اللي عندنا في الحياه وفي الدنيا هي الجزائر، جميع الدعايه اللي دايره في العالم الجزائر مروجها بفلوسها، اي كذبه كتروج على المغرب الجزائر كتروجها بفلوسها. انا دابا راني نهضر معاك والله القسم المنظر نوريك انت، والله ما عندك في الجزائر، ونتحداك توريه ليا. ما بغاش يخدم معايا هذا ريكتوفيرسو هذا. هذا راه كارتي بوبيلار هذا، فهمت؟ هاني هادي لا كوت كيما قال الاخ، راه سي لو كور، راه غادي هادي طريق عين دياب هادي، باسكو طريقي كان نبات عين دياب، كندير طريق لا كورنيش، هاد غادي نبات في المحمدية، وكندير ندير تينال الموحدين، راني في شارع الجيش الملكي. شوف انا نقول لك واحد القضية، أين نظموا القمة العربية؟ شوف ما بقاوش لاهين مع القمة العربية، ما تهمناش حنا القمة، ينظموها ولا كاع ينظموا يعاودوا المخو. القمة العربية ولا القمة، أنا شوف أش غادير القمة العربية كاع، القمة العربية واخا كاع ينظموا شنو باغي يدخلوا، باغي يديو بالطوش، باغي يحضروا بالطوش، زعما يفرضوا على العالم، يشوفوا العالم أن بالطوش راه دولة، راه كيخسروا فلوس، راه مزيان. أنا والله ما كرهتهم ينظموا ديك القمة العربية باش يتشوهوا بحال تشوهوا في ألعاب الحوض المتوسط. انا بيرسونيلمون والله ما كرهتهم ينظموا ديك القمه العربيه باش يجيبوا بالشار ويجيبوا بالطوش ويتشوهوا العالم كله، يشوفهم على انهم ناس صافره وناس تسطاو مع بالطوش وتسطاو مع هذاك الشيء. فو لي بوسي ا غاسبيي د لارجون، ا غاسبيي خصك تدفعهم يبقاو يخسروا فلوس. محد المغرب كيكسب قضيه هما كيخسروا فلوس، خسر الفلوس خسر الفلوس خسر. شوف دابا دخلنا عليكم بالله، واش 15 مليون جزائري عايش في الغربة؟ 15 مليون، و15 مليون جزائري في الجزائر عايش تحت عتبة الفقر. أقول أنتوما ما أنتوما، أنا شوف هضر علينا حنا، قول علينا اللي بغيت. حنا مش حنا ما لقيناش ذاك العدد ديال الغاز من الخمسينات وحنا فقراء وبؤساء، كون حنا فايتين قطر، حنا بوالو. قطر قطر أنا بحبك، أحب كأس العالم. بلادنا خويا هازينها المغاربه بدراعهم، سمعتي؟ ما كيتسناو لا غاز ولا بترول، الا لقينا الغاز والبترول هذيك حاجه اخرى، سمعتيني؟ ما حاجه اخرى. اما بالنسبه لينا حنا ماشي الريع، ترافايي 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 لي ماروكان ترافايي، هذا الشيء. وتقول لي حقا واليهود ورا شويه ديال اليهود اسرائيل مغاربه اسرائيليين يهود شادين المغرب، مرحبا بهم. Welcome to Morocco for Israeli people, for Jews, Jews كاملين مرحبا بهم. ولكن
راكم ماشي غالطين. المغاربه في يديهم الشغل ولي زافير ديال المغاربه والعقار ديال المغاربه والشركات ديال المغاربه. شتي لي سوسيتي قاعد تشوف بريتيش اول ولا تشوف اي شركه ولا توتال انرجي وداك الشيء سير قلب لي زاكسيونير شكون هما، تلقى غير المغاربه، قال المغاربه لي كرون زاكسيونير. ما تحسب المغاربه صافي راه شركه اجنبيه راه دوك لي زاكسيون، ولكن ما تفهموش هذا الشيء، انتم ما عندكمش معاه، ما عندكمش مع الاستثمارات، عندكم غير ديال المروك 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 المروك. سبتهم لي سبتهم لي سبتهم لي سبتهم لي سبتهم لي تصاين 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 دار 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 اسرائيل 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 قضيه فلسطينيه 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 الحسن الثاني خائن الحسن الثاني الحسن الثاني مروك 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 مروك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ندعي معكم الله يخليكم ديما هكذا، هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. دخل كومونتي عندي وبدا تسبني تقول لي سب مع راسك سينيالي مع راسك اش غتحيد مني انا؟ قال حنا نديوكم الصحراء وغادي ندخلوا للمحيط وعندنا السلاح. داك السلاح سير كول داك السلاح اللي عندك، غازي كول داك السلاح اللي عندك. اش غادي دير داك السلاح؟ ها داك السلاح انت دابا اللوبيا والعدس ما لقيتيهاش. اللوب والعدس كان كيتشرى بالكونت بونكير، خصك كونت بونكير باش تشري العدس. وراه ماشي حنا اللي كنقولوا هادشي، راه نتوما اللي كتقولوا هادشي في الاذاعات ديالكم. الحليب واحد تقتل على السريط روح حليب تضرب بزروات على الراس، واحد تقتل على لترو زيت وبنادم يشري الزيت ويديرو تحت منه بحال شاري قرع عروج وقت وقت رمضان مخبيها. اش تقول لي اش غادي اش غتعاود لي على بلادك؟ راكم مفروشين العالم كله راه يتفرج فيكم، العالم كامل كيشوفكم شنو دايرين. هاد المغرب هذا راه هبلكم. اما انا انا مسالي قبي، انا شوف انا متقاعد وقصار وضاحك لاعب ومدوزها بخير وعلى خير. مغربنا الجميل الله يعزو لينا ويخليه لينا، بلاد الحريات، بلاد الجمال، بلاد الزين، بلاد كلشي كلشي اللي بغيتيها كاينه في المغرب. كوني راجل هبط السرجم نشوف دوك العينين. ها هو هذا تيك 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 لاتلانتيك لو مانيفيك، ها هو هذا تيك 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 لو مانيفيك، تيك 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 الماجيك استراتيجيك عاش الملك الله حطيتي فيه رجليك بزاف عليك والمغرب بزاف عليك وتيك تيك لاتلانتيك شحال نبغيك ونموت عليك. اجي نضرب شي قصيصه هنا في الريستور ولا لا لا تجي لكاتانيا كاتانيا ولا شو بغيتي مراكش. تيك 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 لاتلانتيك يا المغرب شحال نبغيك. اش كاين اش كاين الملاش واش كاين الحليب اش كاين اش كاين الزيت اش كاين واش كاين واش كاين واش كاين الصلاه. سير سافر للهي اش كاين اش كاين واش كاين البنان مالنا رحنا في المروك اش كاين الزيت مالنا رحنا في المروك اش كاين الحليب مالنا رحنا في المروك. اضحك ولعب اضحك 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 اصاحبي اضحك. شوفي الجمال ده شوفي الجمال ده شوف شوف ده في المغرب ده في المغرب ده مش في لوس انجلوس ده في المغرب. الحريه ما كاين استعمار قال لك انتم مقهورين وقاهرينكم. ما كان استعمار ما كان حقره ما كان تحرش ما كان كبت الكبت ما كاينش في هذه البلاد. تيك 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 والمغرب تبارك الله عليك انت في قطر الاخرين في خطر. تيك 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 بسم الله عليك تهلاو لينا في بالطوش تلاو في عيشو في البشوش دررن دررن تلاو لينا في بطوش دررن دررن تلاو لينا عيشو في البشوش والقلوش الويسكي والكونياك والكافيار ديروا ليه قصر ما يبقاش في الدار. الويسكي والكونياك والكافيار يا وليدي ما يبقاش في الدار ديروا ليه قصر ما يبقاش في الدار. هلاو نافع عمي بالطوش هو الميزانية وقت الحرية راه هذاك عنده جنسية مغربية واخا خاين
واخا غدار نشف ليكم الميزانية عبطوش. اي 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 اضحك يا صاحبي اضحك شوية اضحك 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 هنا يا مول دونفا هنا يا مول دونفا هنا مسجد وليه الطاكسي باغي يهز ايوا رد بالك خو بالك اتمنى ما تكونش اكسيدون اكسيدون التي نديرو ادروات اون فيغ ادروات اي اون تون باسكو كاين كاين كوليزيون واحد دارب واحد من لور طاكسيات ما كيتفك اولا لا ويا بوزيه لا فواتور المسافة القانونية خصني نديرها بنادم في الطوموبيلة. شكرا في اللي كينصحوني على السياقة ما تخافوش صافي دي زاني كو جو كوندوي ا كازابلانكا ونعرف لي بلاص دونجوروز وما كنجريش هنايا وكنعرف واخا تجري واخا تجرب تتجرب راه وقتك ولا دير شو القروات طالعين هنا شو توجور طرباخة توجور توجور المغرب سا سي لو ماروك سي لو ماروك سا سي لو ماروك هذا المغرب قال لك مغاربه مساكن راهم مقهورين راهم شوف شوف ان فاهيز هنا زون هنا تبلا هذا اوتيل فور سيزون راه شحال مره دوزت لكم من الداخل منه شربت قهوه وتغديت تماك تحيه للسي الورطاسي الورطاسي المغربي تحيه لبني زناسل بيان سير جميع المغاربة أصدقاء ديالنا كيبعتو لنا السلام كنجاوبوهم هذا مغرب 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 موروكو موروكو ياس سي موروكو بلا ما تسب بلا ما تعير ضحك ودير ليا فيديو تانتايا في المدينة ديالك أحسن مدينة عندك دير ليا أحسن مدينة عندك التعايش في هاد البلاد كلها ويعيش كيبغى حتى واحد ما كيتحكم في واحد لا توليرونس اي لا ليبرتي اتس موروكو هاو القرو وراها لهي اضحك 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 يا صاحبي اضحك ما تفقش راسك اضحك باش تولي ديما لا جوناس تبقى دير 100 عام تبقى ديما دردك دك 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 دق 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 وسميها ورقد ها آه هي الغنى تاع الجيري مينوش مينوش ديما اوتيكوش طفي الضو سميني هذا هو الغنى تقول لي عندنا التراث دق 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 وسميها ورقد اطلقها يا خويا درتها دفعوا بينا اللوطو تقلها الباو ها هذا هو الغنى اللي عندكم هذا هو التراث جاي اليوم تقول لي يا غيوان ديالنا والملحون ديالنا الاندلسي ديالنا لا كل شيء ديالكم حنا ما كاينينش دق 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 وسميها ورقد وهرايا مينوش مينوش ديما اوتيكوش طفي الضو سميني مينوش مينوش ديما اوتيكوش يا طفي الضو سميني هي 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 لو حي عندك عنقيني اضحك يا صاحبي اضحك 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 دق 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 سميها ورقد قال لك هذا هو الغنى ديالهم ديال ايطالا لي بيان ريفيان كوتي دو موا ترجمها الاغاني كاملين اللي تغناو ديال ايديسيون دي ماغراب لا ستوديو ماغراب اغاني فرنسيه ومترجمه باللغه القراقيرويا قال لك لحن ما خلاو حتى فريد الاطرش علشان ما ليش غيرك ما خلاو فريد الاطرش ما خلاو عبد الحليم ما خلاو كلشي تقلب بالراي واحد راه غنى كاع ديك عايش عند عايش انت عايش انت علاش مانيش غيرك ورياح يا عايش انت يا ديال تا عايش انت ديال فريد ما زقلوهاش علاش مانيش غيرك علاش ردو عندي اضحك يا صاحبي اضحك 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 قصر مع راسك باش تعرف بلي هذا مغرب ها انت كاينه الصومعة راه ماشي شي دق 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 سميه ورقد قال لك هذا هو التراث
يا خويدريه اطلقها اطلقها، دفعوا معايا اللوطو راه تقلها الشراب. دق دق دق. أبخون شوف يا ولي يخرب لي في مرضي، يخرب لي في يما يا ولي يخرب لي في مرضي، يخرب لي في يما يا ما تخربوهاش، راني غادي نهرس المراكة. قال درنا لامور في براكة شابة تورات. هذه قلبي وقلبك عند البوشي، قلبي وقلبك عند القزار. عبدي الله يرحم الحسين السلاوي، الله يرحم الحسين السلاوي. نرجعوا للتاريخ، شوف 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 سي موروكو. انا بصراحه انا منبهر في المغرب والله العظيم، واخا راني عايش هنا والله غير منبهر. شو الراي الزوين، الراي الزوين نهضروا المعقول ما نعيبوش. الراي الزوين هو الراي ديال وجده اللي بدا في وجده، يمينه بالسلامه الكرم شاعليه. انا ما نوليش عام هذه ديال يمينه بالسلامه، جو بونس ديال رشيد بالرياح، تحيه رشيد بالرياح. وديال يا فاطمه، ها فاطمه انت وانا في جنب الواب اللي زوينه، لحن كلمات نقيين نتاع بسامي الوجدي. وانا ما نوليش عمري ديال المرحوم ميمون، وعاد خلي عبد الله المكانه، وعاد خلي الجلالي، هادو هما. اما هذيك ديال الاغنيه ديال الريميتي، ودي الريميتي شنو تقول، ما نقولهاش انا حشومه كاع نقولها هنايا تسمعوني. شنو تغني الريميتي والشيخه العباسيه والشيخه التمشنتيه، والله والشيخه خيره. وكنت سمع صاحبي راسي فريمو سي فريمو مع بلا، خليني ساكت. انا كنقول لك الله يرحم الحسين السلاوي، مالوريزمون مات صغير، مات مولا 30 عام. حسين السلاوي راه كان عنده اوركستر فيه اليهود وفيه الجزائريين والتوانسه، ولكن الجزائريين ديك الساعه كانوا فرنسيين، كان معاه الحاج العنقاء واحد اخر ما عرفتش شكون هو، وكانوا معاه اليهود وكانوا معاه جوج توانسه، وكان عنده اول واحد اللي دخل البيانو في الاوركستر بالغناء بالعربيه، واول واحد دار هذاك الستيل ديال الغناء اللي ولا اروى منه الحاج محمد العنقاء الله يرحمه، اللي هو عزيز علينا لانه كيعترف في المغرب. اللي غني مولاي الحسن الثاني في الحروب اكتفنا، بن مولاي ادريس بن ادريس الشرفاء الحرار، مولاي الحسن الثاني في الحروب اكتفنا، بن مولاي ادريس بن ادريس الشرفاء الحرار، الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا. هذه اغنيه غناها الحسن الثاني، حيدوها ورات الحرام، هو ما نكرش، وقلنا شايل لها رجال المكناس، قلنا المكناسيه. هذا روى من الحسين السلاوي الله يرحمه، والحسين السلاوي هو اللي خرج هذا الستايل. وكان كيتغنى واحد الوقت، نهضروا في المعقول، كان كيتغنى هذا الستيل هذا في الجزائر، وكانوا كيسميوه المغربي، ما كانوش ديك الساعه ناويين يديو لنا التراث ديالنا. شويه ولاو يسميوه الفن المفقود، زعما ما باينش، ما باش ما يبانش مولاه، شويه ما يسميوه الفن العاصمي، العاصمي ديال العاصمة ألجي، شوية ردوه الشعبي، شعبي ديال العاصمة. ألور اللي كانوا معروفين بهذا الغناء هادو كانوا كيغنيو قصائد مغربية، لأن الكلمات كان عندهم بروبليم فيها. المغاربة كانوا يغنيو قصائد كلها مغربية، بحال الكاوي، الحراز، القهوة واللاتاي، شامة، بزاف بزاف ديال الأغاني اللي تغناو في الجزائر. غناهم عمر الزاهي، غناهم القروابي، غناهم بوجمع العنقيس، غنا بزاف العنقه، غناهم عبد الكريم دالي بحال الكاوي. اذا من بعد اي سي سون تروفي اوبليجي باش يقولوا اودي هذا الشيء ديال راه ديالنا، ديالنا راه ماشي ديال المروك. وراه فضحهم هذاك ديال قناوه باند، قناوه فيزيون، ولد ياسين، قال لهم اودي هذا الفن راه مغربي وجاي من المغرب، جاي من المغرب، مغربي، فن مغربي، ما فيهش هضره. فهمتي؟ ولكن ولاو كيعانونا، كنقولوا انتم خديتوا لنا نهوات المقامات الاندلسيه، شكون كان في الاندلس؟ واش كانت خيره ديال الواي واي؟
كانوا مغاربه اللي كانوا في الاندلس اللي فتحوا الاندلس مغاربه واللي بنوا التراث في الاندلس مغاربه واللي والدليل الا مشيتي للمتاحف الاسبانيه كيهضروا بالمغرب ما كيهضروش ما يعرفوش عرش خيريه ما كيعرفوهاش نهائيا ما عندها حتى علاقه تاريخيا بالمتاحف الاسبانيه الا مشيتي لاسبانيا كتلقى في المتاحف غير داكشي ديال المغرب وفي اعاده الترميم ديال جميع البنايات الاندلسيه راه المغاربه اللي كيمشيو يرموها والدليل شوف الخطاب ديال هذاك اللقاء ديال بوتفليقه في المشور ديال تلمسان اللي داروه المرابطين ودازوا عليه كيقول ليه المغاربه اللي تما داروا عده قلعات قال لهم جيبوا لي ماروكان جيبوا المغاربه قال لي نعم السير عندنا المغاربه هنايا هما اللي راهم يرموه المغاربه هما اللي بناو داك الشيء الفن ديال الشعبي دابا كيدوروا كينوضوا يسبوا ويعايروا كيقول لك الفن هذا راه ديالنا وانتم لا مازال شوف هذيك الطوموبيله اللي هي اونتر بارونتيز هاي ديك البنتلي مغربي جايبها من المانيا راه كاينه هنايا وهذيك اللي جايبها من المانيا اخر موديل كدير 700 مليون مغربيه راه كاينه هنا جايب طوموبيل باش يتسارى بها ب 700 مليون جابها من المانيا مغربيه المغاربه راه ماشي ساهلين فهمتي تبارك الله عليهم وما شاء الله على الجاليه المغربيه تبارك الله عليهم وصراحه كل الاحترام والتقدير والاجلال لان هذوك جنود اللي شادين الصفوف الاماميه ها في اوروبا اللي كيبينوا احسن صوره ديال المغرب كيبينونا على احسن صوره باسكو ليماج مهمه ديال المغرب والجاليه المغربيه كتبين دونك نكمل لكم الحديث ديال هذا القضيه ديال العاصمه باش ما يبقاوش يسبوكم ويعايروكم يقول لكم ديال هي هذه الطون شتي البنت هي هذه 700 مليون مغربيه هذه كدير بصحتك اخويا وعاش المغاربه فين ما كانوا هاي يقول لك الماني ولا راه مغربي بصحة 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 ما نشدلكش وجهك بصحة برافو عليك ديما مغرب ايوا نفق الموحدين سيفري راه تاريخ واش من تاريخ ايوا ضحكنا شويه هضرنا على دق دق وسميها ورقد مينوش ديموتيكوش طفي الضو سميه مازال حبال الحراشي لا ديكلونشي راه ولا كيستعمل الكلمه الجزائريه وطور شويه داك الشعبي ولكن حنا راني با كونتر بالعكس لا ميزون فالور زادوا قيمه مضافه من غنى مرحوم الهاشمي القروابي الحراز عطاها واحد الطابع زوين من غنى عبد الكريم دالي غنى الكاوي اللي هي قصيده مغربيه عطاها كذلك واحد القيمه والقهوه ولات يغناها عمار زاهي حنا راه ما كنسبو من عيرو كنوريكم غير المدينه ونوريكم واش بغيتيني نوري لك وانا راني عندي بزاف ديال الاغاني حتى هما يدخلوا في التراث ولكن ماشي دق 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 سميها وربي ولا امك 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 ونقبضك امك امك ونقبضك امك حتى هذه راه اغنيه مشهوره امك 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 ونقبضك امك امك اضحك شويه اضحك شويه تبارك الله عليكم وصافي بليزير نكون معكم وديما مغرب في هذا اللي كيدخل يعاير هذوك كيدخل يسبونا سيدي غير سبونا راكم مروجين لنا داك الكونت هذاك راه كنبلوكيوكم بعض المرات كيبقى فينا الحال لانكم كتجيبوا لنا شي افكار مضحكه درنا شحال داروا ما داروا تحيه للصديق ديالي محمد تيوسي فوالا لا باتري قربت تقولها راه ما سخيتش بكم الصراحه هي هادي نو سومين فامي حنا المغاربة نو سومين فامي المغاربة اليوم ولاو عائلة واحدة وعارفين شكون هو اللي باغي ينوض نعرف المغرب
وفرنسا ما تصور منا والو، ما عندها ما تصور منا. حنا عندنا لوتوسيفيزونس اليمونتير ديالنا، كنتجو خبزنا بيدينا، الخضره ديالنا كنتجوها بيدينا، ما كنستناوش شي واحد يجيب لنا البطاطا. فهمتي؟ البطاطا هي راه فيها الخبز، راه فيها لاميدون، ناكلوها البطاطا. ودابا راه حنا قربنا نوصلو اكتفاء ذاتي في القمح ديالنا. غير هذا كيقول لي القمح مال القمح. مك امك وسميها ورقد. يلاه تبارك الله عليكم، وديما ديما مغرب مغاربه. ومره اخرى تحيه جميع اليوتيوبر اللي خدامين في هذا الكونسيبت دفاع على حمله تحسيسيه واخباريه، وكذلك كنحيي مره اخرى الجمهور المغربي الفاسي، وتحيه الى مدينه فاس. بارك الله عليكم.